السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ ودادة بالنورة. مرحبا بكل المشتركات في الفيديو تاع نهار اليوم. وكما راكم تشوفوا معايا، جيتكم بطريقة تحضير البقرير اللي كنت طلبتوه مني. حضرت هذا الخضار فقط بالسميد، راح تكون وصفة مضمونة وناجحة 100% بمقادير مضبوطة للمبتدئات إن شاء الله. فقط تعجبكم طريقتي في تحضيره، كذلك تجربوه وإن شاء الله تنجحوا فيه كما نجحت فيه أنايا. كما راكم تشوفوا، جي متقب محمر ولا أروع، صدقوني النتيجة رائعة ومضمونة. إذا عجبتكم الفيديو تاعنا اليوم، شجعوني بلايك وكذلك تعليق، بارتاجوا الفيديو مع أحبابكم وأصدقائكم لتعم الفائدة. أما أنتم لتزوروا أول مرة القناة، شجعوني الاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. بسم الله، بالنسبة للمكونات نحتاج زوج كيسان يكونوا معمرين من السميد المتوسط، استعملت نوعية مولة. كذلك عندي هنا كاس تاع السميد يكون رطب كامل، استعملت نفس النوعية، نوعية مولة، لا مارك مولة. نحتاج كذلك الحبة تاع بيض، عندي 3 كيسان الى 3 كيسان ونص تاع الماء يكون دافي، مغرفة كبيرة من السكر، مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، عندي كذلك شوية تاع الملح يبقى على حساب الرغبة ديالكم، وكذلك كيس من الخميرة الكيميائية، حجم الكيس 10 غرام. بسم الله، بالنسبة لطريقة التحضير، في إناء رايح نحط السميد. هنا كما قلت لكم عندي 2 كيسان تاع السميد يكون متوسط. هنا استعملت لامارك مولا، ورايح نزيد عليهم كاس تاع السميد يكون رطب بنفس النوعية لامارك. هنا استعملت لامارك مولا. هنا تقدروا تستعملوا سواء 3 كيسان تاع السميد يكون متوسط، او خليط بين السميد المتوسط والرقيق، او تستعملوا فقط السميد الرقيق، هذا يبقى على حساب الرغبة تاعكم. مغرفة تاع خميرة الخبز، مغرفة من السكر. نبدا الان نضيف في الماء. بالنسبه للماء من الافضل انه يكون دافي، ما يكونش سخون بالبزاف، لانه لاباط رايحين نعجنوها في الخلاط الكهربائي، هذا راح يعطي حراره للعجينه. دونك من الافضل ان الماء يكون دافي. هنا عندي 3 كيسان تاع الماء. في الاول رايح نحط 3 كيسان تاع الماء، لانه كميه الماء رايح تختلف على حساب حجم حبه البيض اللي حين نضيفوها، وكذلك نوعيه تاع السميد المستعمله. في الاول نكتفي ب 3 كيسان تاع الماء، بعد ما نخلط ونضيف البيض رايح نشوف اسك نقدر نزيد لها الماء ولا لا. وكذلك كنصيحه، لما تحطوا الماء مع السميد من الافضل انكم لما تضيفوا الماء مباشره تبداو تخلطوا، هكذا باش السميد هذاك ما يطلقش العلك تاعو، وراح يشكل لكم خيوط. واذا شكل لكم الخيوط، ما عليكم الا انكم تصفوه وتنحوا كامل هذوك الخيوط. هذه تبقى كنصيحه. رايح نحط هذا الخليط في الخلاط الكهربائي. وكذلك كنصيحة، هنا بالنسبة للخلاط الكهربائي ما تعمروش بزاف بلاباط، كما راكم تعرفوا الوصفات هذه الأخيرة راهي هذا الخلاط الكهربائي يعاوننا بالبزاف. من الأفضل أنكم ما تعمروش بزاف، لأنه هذا راح يعيلكم الموتور تاع الخلاط ديال الكهربائي، وبالتالي راح يخسر لكم، ما يشد لكمش بزاف. نشعل الخلاط الكهربائي ونخلي هذا الخليط يتخلط حوالي 10 دقائق. بعد مرور 10 دقائق، في هذه الأثناء رايح نضيف له الحبة تاع البيض. بالنسبة لهذه الحبة تاع البيض تقدروا تستغناو عليها، أنا ضفتها فقط باش تعطيني لون لهذا البغرير ويجيني بغرير محمر من الأسفل. ورايح نكمل نخلط هذا الخليط حوالي 5 دقائق. بعد ما كملت ضفت الحبة تاع البيض، القوام تاعو شفتو جاني شوية تاع تقيل، رايح نضيف له نص كاس تاع الماء. بالنسبة لنصف كاس تاع الماء هذا الأخير رايح نضيفه بالتدريج ونشوف القوام تاع الخليط، لأنه كمية الماء تختلف على حساب حجم الحبة تاع البيض وكذلك نوعية السميد المستعملة. كاين السميد اللي يشرب بزاف الماء، كاين السميد اللي ما يشربش. نضيف الكمية المتبقية من الماء،
هنايا استعملت 3 كيسان تاع سميد مع 3 كيسان ونص تاع الماء. نكمل نخلط حوالي دقيقة برك، وفي الأخير رايح نضيف الملح. الملح هيبقى المكون الأخير اللي نضيفه في الخلاط الكهربائي. نزيد نقفل عليه ونخلطه حوالي دقيقة فقط. بعد ما تخلط كامل هذاك الخليط، ولا عندي خليط متجانس، رايح نفضغه في إناء. هذا هو القوام اللي نتحصل عليه، ما يكون تقل بزاف وما يكون خفيف، القوام تاعو يكون متوسط. في الأخير كامل رايح نضيف كيس تاع الخميرة الكيميائية. وزن الكيس 10 غرام. دائما الخميرة خلوها هي الأخيرة باش هكذا المفعول تاعها يكون قوي. نخلط مليح هذيك الخميرة في هذاك الخليط تاع البغريض، نحاول ندخلها مليح. وهنا البغريضة هو جد، ما عليا الا نخليه يخمر. هنا بالنسبه للاختمار تاع هذا البغريضة يحي، بالنسبه للصيف ياخذ لي حوالي 15 دقيقه، اما بالنسبه للشتاء فصل الشتاء حياخذ لي من 20 حتى 25 دقيقه. رايح نخليه من الافضل كذلك كنصيحه البغريض ما تخلوهش يخمر بزاف، اعطولو فقط وقته. اذا خمر بزاف رايح يخسر لكم. خليه يتخمر. بعد مرور 20 دقيقه وليت ليه البغريض اللي حضرته راهو خمر. شوفوا كيفاش دار الفقاعات هذيك الكبيره. هنا هذه المرحله ضروريه انكم، ضروري جدا انكم تخلطوا هذا الخليط قبل ما تستعملوه. رايحين تشوفوا واحد تشكلكم واحد لاموس من الفوق. هذا هو سر نجاح تاع البغريض، والخليط تاعكم ما يكون ني تقيل، ما يكون تقيل ما يكون خفيف، حيكون بهذا القوام. هنا لاباط تاع البغيض راهي واجده، كذلك النار اللي حنطيب عليها هاد البغي لازم تكون نار قويه. وراني حنطيبو في كريبيير. هاد لا كريبيير انا نخليها فقط للبغيض ولي كريب، ما نديرش فيها حاجه واحده اخرى. بسم الله، رايحين تشوفوا معايا اول حبه. كما تعرفوا البغيض دائما الحبه الاولى ما تجيش منيحه، لكن صدقوني بهذه الطريقه من اول حبه يجي هايل ويجي مثقب. وكنصيحه خياتي، ناس بكري يقول لك البغرير فيه العين، دو بريفيرونس كي تحضروه لازم تحضروه وحدكم، واحد ما يكون واقف لكم عند راسكم، سينو ما ينجحش. يعني هذه كذلك عن تجربه، لما نحضر البغرير يكون معايا كش واحد واقف معايا ولا نوري كش واحد ما ينجح ليش. ناس بكري دائما يقول لك البغرير فيه العين، دونك كنصيحه نقول لكم كي تحضروه هاوليك شوفوا كيفاش يجي مثقب كامل. كذلك نطيبوه على نار تكون قويه. بعد ما تختفي كامل هاد لاباط البيضاء رايح نقص عليه النار ونخليه يطيب على غرضه حتى يكتسب اللون الذهبي من الاسفل. رايح نحيه من فوق النار، شوفوا هنا يتحمرت من الاسفل. في هاد الاثناء رايح نحيه ونحطه في طبسي. دائما لا كريبيير ما نرجعهاش على النار، نخليها في الجهه اللي ما فيهاش النار، دونك لازم تبرد لي باش نزيد نطيب فيها الحبه الثانيه. رايح ندهن كامل هاد الحبه بشويه تاع المارغرين او الزبده على حساب واش كان عندكم في الدار. نزيد ندير حبه واحده اخرى باش تشوفوا كذلك الطريقه. دائما النار تكون قويه، نحط كميه تاع البغريض. بالنسبه لا كريبيير دائما ما نخلي، لما نحي الحبه الاولى ما نخليش لا كريبيير فوق النار، نخليها من الجهه الاخرى تبرد شويه. وناطون دون ندهن الحبه تاع البغريض الاولى، نولي لهذيك لا كريبيير ونحطها فوق النار ونحط فوقها لاباط ونخليها تطيب.
كما راكم تشوفوا يجي متقب، يجي كي الشهدة. جربوه البنات، فرحوا به العائلة تاعكم، بإذن الله رايح ينجح لكم. صدقوني هذه الوصفة ناجحة ومضمونة 100%، جربوه فقط. بالنسبة للمبتدئات دايما يديروا كمية صغيرة هكذا حتى تمشي يدهم مرة اثنين، باش تمشي يدهم وان شاء الله تنجحوا فيه وتفرحوا العائلة تاعكم. شوفوا كيفاش يجي مثقب كامل. في هذه الأثناء رايح نقص عليه النار ونخليه يطيب على راحته وحتى يكتسب اللون الذهبي من الأسفل. شوفوا هنا وتحمر من تحت، رايح نحيه هكذا. دائما لا كريبيير ما نرجعهاش على النار. هاي ليك ندهن الحبة كامل بلا مارغارين من الفوق هكذا. وبهذه الطريقة رايح نكمل الكمية اللي بقات معايا ونروح نشوفو البغرير في طبق التقديم. ها هو البغرير اللي كنت حضرته معاكم، ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضيره. يجي خفيف، يجي متقب كي الشهدة، وكذلك شوفوا كيفاش يجي النتيجة، راهي امامكم. كذلك يجي محمر من الاسفل. ان شاء الله تعجبكم طريقتي في تحضير هذا البغرير وتجربوه وتفرحوا به العائله تاعكم. اذا عجبتكم لا فيديو تاع نهار اليوم شجعوني بالاشتراك في القناه بالنسبه للاخوات اللي مازال ما اشتركوش، وكذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. نقولكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.